السلام عليكم خامس، اليوم حنبلش في الوحدة الأخيرة من الكتاب، والوحدة بعنوان البيئة، وأول درس في هذه الوحدة بعنوان النظام البيئي. اليوم رح نتعرف في الفيديو على مفهوم النظام البيئي، يعني إيش يعني نظام بيئي. كمان بدنا نميز بين المكونات الحية وغير الحية اللي بتكون موجودة في النظام البيئي، تمام؟ طيب خلينا أول شيء نيجي على النظام البيئي. إيش ممكن نعرف النظام البيئي يا خامس؟ النظام البيئي هو مجموعة من المكونات الحية وغير الحية، يعني مكونات حية. إيش يعني مكونات حية؟ اللي هي القادرة على التنفس وقادرة على تناول الماء والغذاء، تمام؟ مجموعة من المكونات الحية اللي بتتنفس وبتتغذى وبتشرب مي. وغير الحية، إيش عند غير الحية؟ اللي هي الجمادات اللي هي ما بتتنفس ما بتتغذى، تمام؟ إذا النظام البيئي مجموعة من مكونات حية وغير الحية التي توجد معا، يعني مكونات حية وغير حية بتكون موجودة مع بعض في مكان ما من البيئة، بتكون موجودة مع بعض في مكان من البيئة وبترتبط بعضها ببعض بعلاقات، تمام؟ إذا برجع بعيد، النظام البيئي هو مجموعة من المكونات الحية وغير الحية، وين بتكون موجودة؟ في مكان من البيئة، يعني مثلا زي الغابة، تمام؟ الغابة هو مثال على نظام بيئي، لأنه الغابة بيكون فيها مكونات حية زي الحيوانات اللي بتتغذى وبتشرب مي بتتنفس، وغير الحية اللي هي الجمادات اللي هي زي الصخور زي التراب، تمام؟ إذا نرجع نعيد كمان مرة، عرف النظام البيئي يا خامس، هو مجموعة من المكونات الحية وغير الحية التي توجد معا في مكان ما من البيئة وترتبط بعضها ببعض بعلاقات، تمام؟ إذا النظام البيئي عندي مجموعتين، مجموعة الأولى مكونات حية والمجموعة الثانية مكونات غير حية، بتعيش مع بعض وين؟ في مكان واحد في البيئة، بتكون فيما بينها علاقات، تمام؟ هلأ النظام البيئي إيش بتكون؟ مكونات حية مكونات غير حية، تمام؟ النظام البيئي فيه مكونات حية مكونات غير حية. إيش يعني مكونات الحية؟ قلنا المكونات الحية هي التي تتنفس وتتغذى، صح؟ وتتغذى وتشرب الماء، هاي بسميها مكونات حية، اللي هي مثل النباتات الحيوانات. هلأ النباتات بتتنفس زيها زي الإنسان، صح؟ وكمان بتشرب الماء وبتصنع غذائها بنفسها. نفس الشيء الحيوانات بتتحرك، بتتناول الغذاء، بتشرب ماء، صح؟ إذا المكونات الحية مثل النباتات والحيوانات. أما المكونات الغير حية اللي هي إيش؟ الجمادات. الجمادات يعني إيش؟ اللي ما بتتنفس ما بتتغذى ما بتتحرك. من الأمثلة على المكونات غير الحية اللي بتكون موجودة في أي نظام بيئي اللي هي الهواء، التراب، الصخور، الماء. التراب والهواء والصخور والماء هاي تعتبر مكونات غير حية. ليش مكونات غير حية؟ لأنها ما بتتنفس ما بتتغذى ما بتشرب الماء، تمام؟ إذا النظام البيئي بيتكون من مكونات حية ومكونات غير حية، والمكونات الحية قلنا هي التي تتنفس تتغذى بتتحرك تشرب الماء، زي النباتات زي الحيوانات. النباتات هي مثال على مكونات حية. أما المكونات الغير حية هي التي لا تتنفس ولا تتغذى ولا تشرب الماء، يعني بتكون جمادات زي الهواء، التراب، الصخور، الماء، تمام؟ طيب هلأ كنا مع بعض نفتح الكتاب على صفحة 79، نتطلع على هون على هاي الصورة. هلأ هاي الصورة هي مثال على نظام بيئي، تمام؟ هاي الصورة مثال على نظام بيئي. ماذا تشاهد من مكونات حية في الصورة؟ اطلعوا لي على الصورة وطلعوا لي مكونات حية. إيش يعني مكونات حية؟ يعني بتتنفس. إيش المكونات الحية الموجودة في الصورة؟ أحسنتم، اللي هي إيش؟ الخراف. إيش كمان؟ والنباتات أو الأعشاب، هاي اللي شايفينها دي أعشاب، تمام؟ إذا إيش المكونات الحية؟ اللي هي الخراف وإيش؟ والأعشاب. طب ما المكونات غير الحية في الصورة؟ إيش مكونات غير حية؟ يعني جمادات أو اللي ما بتتنفس، اللي هي مين؟ ممتازين، الماء، وإيش كمان؟ هواء، صح؟ وإيش كمان؟ تراب. أحسنتم. طب هل توجد علاقة بين المكونات الحية وغير الحية؟ في علاقة بين المكونات الحية اللي هي الخراف والنباتات. هي طلعوا الخراف اللي هي المكونات الحية، في علاقة بينها وبين المكونات غير الحية اللي هي الماء. يعني هسه لولا المي الخراف بتعيش
طبعا لا، إذا لازم يكون في علاقة بين الخراف اللي تابع على المكونات الحية والماء اللي تابع للمكونات غير الحية، لازم يكون في علاقة. إذا نعم يوجد علاقة، إذا هون شو بنكتب؟ نعم. طب ماذا تمثل هذه المنطقة؟ إيش هذه المنطقة تمثل؟ تمثل نظام بيئي. إذا تمثل نظام بيئي. ما المقصود بالنظام البيئي؟ إيش عرفنا النظام البيئي؟ هاي إيش عرفناه؟ هو مجموعة من المكونات الحية وغير الحية التي توجد معا في مكان ما من البيئة وترتبط بعضها ببعض بعلاقات. ولهون بنكمل الفيديو وبنكمل درسنا الحصة الجاي، والسلام عليكم.